ومش بيخون مع امرأة والامرأة التانية دي مش هي اللي قاعدة تنصب شباكها عليه؟ طب ما دي امرأة، ليه يعني ليه بص لها من الزاوية الضيقة دي؟ طيب هي دائما الزوجة الثانية تكون بهيئة هي من توقع بالرجل، ولا الرجل هو اللي يسعى لها؟ في معظم الوقت لو هي زوجة تانية ذكية هي اللي بتوقع بالرجل. الذكية هي التي توقع بالرجل. طيب عندنا اخلاص. اخلاص من اربيل يسأل صباحك يا اخلاص. صباح الخير. اهلا وسهلا، تفضل يا اخلاص. معاش دكتور مدحت. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. عندي بس مداخلة بسيطة. تفضلي. عندي فد موضوع اريد الدكتور ينطيني بيه رأي. يعني اختي متزوجة، زوجها تزوج عليها زوجة ثانية. نعم. وما سوت له اي مشاكل، يعني اذا احكي لكم تقولون جوز هاي بالاحلام او فد فيلم، بينما ما سوت له اي مشكله، حتى عارضتنا قالت اذا فد يوم تتصلون وما تسلمون على زوجة رجلي انا ما احكيكم. فعلا قاطعتنا لمده سنتين، كانت كلش مسالمه وتداري ابنها، حتى ابنها ربته يصيح لها ماما. ان ما زوجها اكتشف حقيقه الزوجه الثانيه وشافت هي يعني طولة اللسان وسوى مشاكل، عاسف يعني أنا ما شايفة مثل أختي بهالدنيا. فأريد شنو رأي الدكتور بهالموضوع، إنه زوج أختي ما سوت أي مشاكل، هي سوت له العرس ولا بينما عندها أطفال. طيب يا أخلاص، وصل فكرة إنه أوضح لي إنه هي تنقل مشكلة أختها زوجها فاجئها بأنه يريد يتزوج عليها، رغم أنه الأخت ما بها أي إشكالية وعندها أولاد وعايشين بسلام. الأخت أخذت موقف من أهلها لأنه أهلها اعترضوا على زواج الرجل على بنتهم، يعني على أساس. فقالت لهم إذا ما تتصلون بي وتسلمون علي وتسلمون على زوجته الثانية قطيعة أنا بيني وبينكم لمدة سنتين، مبتعدة عن أهلها لأنه تحافظ على الزوجة الثانية. وربت ابن الزوجة الثانية والطفل يسميها ماما للزوجة الأولى، وبالنتيجة الزوج هو مل من الزوجة الثانية لأنه هي مثيرة للمشاكل بعكس الزوجة الأولى. وتقول فأني أريد وجهة نظر الدكتور، أكو هيك امرأة تسوي يعني وهي زوجة أولى؟ لا، في منتهى الذكاء. ده أنت مفروض أختك دي تقعدي كده حطيها قدامك وتتعلمي منها دروس في الحياة، لأن هي واضح أنها فهمت. أنا لن أنتصر بان انا اغضب وان انا انكد عليه اكتر، فكل ما هنكد عليه اكتر كل ما هبعده اكتر. دي بس مساله حب، مساله ريبالشن، يعني حب خاص من نوع خاص للرجل. طب وايه المشكله؟ سبحان الله، ما لازم يكون اساس الجواز فيه حب يا شيماء. في ايه يا جماعه؟ لا يعني هذا شيء يقيم لازم من الرجل طبعا. بس اكيد كنا حابين نسمع هو ليه فكر في الزوجه الثانيه. يعني هي بتقول هي قايمه بواجباتها، بس ساعات الزوجه بتعتقد من وجهه نظرها ان اللي بتقوم بيه كفايه وبيغطي احتياجات الرجل. وفي من الرجال ما عندهمش الجرأة او ما عندهمش من الذكاء ان هو يفصح عن احتياجاته ويخلي الاخر كانه بيسقط عليه، ما تفهم انت، ما بيعبرش. ودي بنسميها التواصل. يجب على الزوجين ان هما يوصلوا لبعض، هو متجوز التاني ليه؟ انا متوقع من حضرتك ايه في الجوازه ديت؟ فطبيعي جدا 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 ان هما لازم يتكلموا مع بعض. بس واضح ان هو الزوجه اللي هي الزوجه الاولى قرت استنتجت ان هو الزوج همسيله ويرجع لها، هو بيجي بالحنيه، بيجي بالاحسان، بيجي بحسن المعامله، فهي ده اللي عملته وكسبت في الاخر. طيب يعني احنا نقول الزوج لما يكتفي بالزوجه الاولى وهي حبيبته وهي شركه حياته، والاغلبيه الان يزوجون عن من خلال قصص، تجد اندفاعاته في المجتمع من وجهه نظر الاولى انه اندفاعاته كلها بغرائز جنسيه اتجاه الزوجه الثانيه، سرعان ما يتم ملء هذه الغرائز وبعد وقت راح يوقع في اشكاليه الاثنين، يعني ما يكون الاحتياج نفسي او انساني. معروف رجل ذكي ولماح، يعني كاظم يعني بيديلك قد ايه ان الراجل كمان هو بيعشق امراه. عندما يعشق امراه ممكن يكون اخلاصه عامل ازاي. انا بقول ان هو الرجل دايما تابع للمراه، ممكن الرجال يزعلوا مني بس دي حقيقه، ان الرجال تابعون للنساء. فاذا كانت المراه زي انا بحيي جدا الزوجه الاخت المتصله، لان دي في منتهى الذكاء والروعه. هي عايزه ايه في الاخر؟ عايزه تحتفظ بالزوج سعيد ونفسها سعيده، فهي بصت بذكاء قالت انها لو دخلت دلوقتي في معركه هتخسر. لكن هي عندها من القدرات ان هي تحسن اليه والى الزوجه الثانيه كمان، لدرجه ان هو
لان اللي عملته في نفسي ايه اللي خلاني ست دي ورحت للتانيه، فاكتشف ده بعد وقت وهي اللي فازت في الاخر. خلينا نشوف اتصال اخر. نعم ام علي من النرويج، يسعد صباحك يا ام علي. نعم يا ام علي معانا. عفوا انقطع الاتصال، ما دايت تتامل الاتصال طريقه يعني يفتحون الخط و يفصل. ام حسين نكمل حوارنا. انا كنت عايز اسمع، كنت عايز اسمع امراه يعني يعني زي الاخت اللي اتصلت، بس كنت عايز اسمع الزوجه نفسها لو هي فعلا اللي اتجوز عليها الزوج. هو ده اللي عايزين نسمعه عشان الناس تسمع. في نساء بيقعدوا عارفه اللي هو ايه، الزوج ده اخر اهتماماتها، عايزه تروح تعمل شوبينج، وعايزه تروح اولادها دراسه، والاولاد والدراسه اهم بكثير من انا عندي حاله بتقول لي انا فقت بعد 6 سنين. يا بس طبعا كان 6 سنين بقى هو، وكان زوج ايه بقى يعني من الازواج الطيبه الهاديه المستكينه اللي ما بيقولش اي حاجه خالص، المستسلم ليها تماما. واعترفت قالت لي بس انا نسيته، يعني فزت يعني ربنا رزقها بأولاد وتوينز وكذا فنسيت. بتقول لي نسيت يعني ما معناه نسيت ان ده جوزها يعني، فاهمه؟ شيء في البيت لكن مش الزوج. وهو طبعا له احتياجاته الجنسيه اللي حضرتك تفضلتي وقلت عليها، ده طبعا بيبقى بنسميها من اساسيات الغريزه او من اساسيات التكوين النفسي عند الرجل وعند المراه، بس بتبقى لها درجات. ممكن ست مثلا تلاقيها يعني بعيده عن هذا الاحساس وهذا الشعور، طلباتها ليك قليله. وفي راجل تلاقيه عنده رغبه متدفقه وعنده يعني يعني زي ما بيقولوا ايه كثره او وفره من هذا الشعور، فعايز عايز يخرجه في الحلال. ايش قد تعتبر يعني في الدقائق الاخيره من فقرتنا، ايش قد تعتبر انه الاندفاع باتجاه الزواج الثاني هو نتيجه احتياج حقيقي انساني للرجل؟ اذا افصح، اذا افصح وكان جدي وقال انا طلباتي واحتياجاتي 1 2 3 4، ودايما بنقول ايه اديها فرصه، يعني لازم بعد ما تقول تصبر، مش تروح تقول وخلاص. طيب اذا يعني هو واجهها بانه هو ما يحب يعني فقد حبه للزوجه الاولى، لكن هناك حاله من التعود والموده والرحمه، لكن فقد اتقاد الحب والعشق وجد مع امراه اخرى، من يفصح عن هيك نوع من المشاعر، ما تعتقد يعني هذا الموضوع حيكون جارح جدا للزوجه الاولى وعدم الاستمراريه؟ هذا الكلام تماما، هذا الكلام غير صحيح بالمره، خديه على لساني. لا يوجد حب مستحيل، بمعنى لو انا النهارده حبيت احب هذا الرجل مره ثانيه او اخليه يحبني مره ثانيه هعرف. والدليل على كده بتلاقي الواحد بيسيبها ويروح لحاله ويرجع بعد شويه يقابلها ويقول على فكره كنت انت حب الوحيد، قالها بس الاحتياج بتاعه ساعتها هي ما قدرتش تلبيه. فانا بقول ان الحب هو عباره عن مجموعه من الاحتياجات المتبادله، اذا نجح الطرفين ان هم يدوا احتياجات بعض هيفضلوا في حب دائم، فمفيش حاجه اسمها حب راح الا اذا كان مربوط باهانه دامغه او بحاجه بتكسر زي ما بيقولوا وجدان المحب. ولكن انا دايما بقول ان الحب يا جماعه هو مجموعه من عطاءات، واحنا سمينا الحب قلنا درجات، بيبدا من الاعجاب وبينتهي بالشوق والولع. الولع ده اللي هو الهيام يعني. عندنا اتصال. عائشه من فرنسا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. انا نحوس نخرج شويه عن الموضوع سيبوبلي. علاش باش نقول لكم بلي انا عندي زوج قصه حب كبيره دامت 3 سنين، ودروك راهم عندنا 4 اولاد، اكبر اولادي عنده 22 سنه. نعم. ونحبه ويحبني يعني كم في كيما الخبر النهار الاول. نعم. كيما كانه اليوم الاول في الحب. لكن عندي حاجه ما فهمتهاش، باسكو حنا جزائريين في زوج، وهو كبر هنا في فرنسا، يعني كل ثقافته فرنسيه، وانا جايبني من الجزائر. لكن عنده حاجه، هو يسمح لي الدكتور انا نقولو زعما ما عنديش زوجه ثانيه وما يخرجش مع النساء ولا مالغري ما في لي وسيم. لكن تعرف الدكتور الحاجه اللي تقول اسمها الفانتازي، فهمت عليها الحاجه اللي هو للاسف الله اسمها الفانتازم، ستادير بالخيال. بالخيال، حب بالخيال يعني. يعني عندي زوجه ثانيه وثالثه ورابعه في الخيال. انه يعني في الفراش يقدر يتخيل، يتخيل
يتخيل أني مع سنين وهذيك سنين يمكن تكون جارتي. نعم. يمكن تكون صديقتي. أها. يمكن تكون أي إنسانة. وهو يعني هو صارحك بهذا الموضوع، يعني أنت تعلمين بهذا الشيء. وي لكن وي أعلم لك. نعم أعلم بهذا الشيء ويقولوا لي يعني في الخيال في الخيال. فاهمة وصلت الفكرة. إنه هي تقول إن إحنا قصة حب يعني عايشين من زمن طويل وعندنا 4 أولاد وابنها الكبير عمره 22 سنة. أنا حسب مدى يعني أفهم من الفرنسي على العربي يعني إنه بالموضوع. وذكرت بأنه هو دائما تشعر أن هناك امرأة ثانية في حياته في الفراش بخياله، يعني بخياله وهو معاها. أنا مرة كتبت ده في مقالة وقلت أن هناك نساء إذا استحالت العشرة يتحول الرجل الزوج إلى مجرد يعني زي ما بيقولوا فنان أو آيدل بالنسبة لها، تتخيله وتستحضره في خيالها للإكمال عملية العلاقة الحميمية. ده أنا بعتبره ذكاء مش أفضل من الخيانة الدامغة الواقعية. يعني هي النهاردة هو خد شكل معين، خلاص بقى الكرش كبر وقاعد دقنه طويلة ولابس البيجامة المخططة طول النهار، فهي ابتدت بتشوف التلفاز وبتشوف الحاجات ديت النماذج البراقة. يعني هالموضوع ممكن يكون عند الامرأة ممكن يكون عند الرجل. طبعا فهو ممكن يكون هو كمان عشان يعني هي تقول وفاءً. هي تقول هو ما نقولك وفاء ليها. وفاء انه هو يتخيل ان هو بيستحضر مثل هذه الشخصيات الوهميه، يعني زي ما بيقولوا كانه بيعدي انطره بيعدي كوبري صغير. انت زي ما طفي النور بالظبط كده. طفي النور. اذا يجب ان لا تكون هناك غيره. هذا كلام يجوز كثير من النساء راح يزعلوا من عندنا، انهم ما تصير غيره بين الزوجه الاولى والثانيه. افضل سلوك تتبع الزوجه الاولى هو ان تكون مسالمه ومحتويه للزوجه الثانيه، والايام دواليك يا بعدين راح تهدأ الامور الا اذا استحالت طبعا، يعني الا اذا استحالت. إذن طبعاً وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية فقرتنا. ما أعرف المخرج شنو محضر لكم. يعني نسوان الغيرة النسوان فالغيرة النسوان فعل الفنجان. غيرة الرجال غيرة الرجال غيرة الرجال فعل الفنجان.